أسألكم أولا عن حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة. الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة أو في غيرها بدعة لا أصل لها، حتى في غير الصلاة يكون يدعون دعاء جماعيا ما لها أصل، إنما الإنسان يدعو لنفسه أو يدعو ويؤمن إخوانه كالقنوت، يدعو الإمام ويؤمن المأمومون، أما يدعو بصوت واحد جماعيا هذا لا أصل له، ولا سيما عقب الصلاة كل هذا بدعة. فالإنسان يدعو لنفسه بينه وبين ربه في آخر الصلاة قبل أن يسلم أو بعد السلام بينه وبين ربه يدعو من نور رفع يدين لا بأس بهذا بينه وبين نفسه. نعم. أما يدعو الإمام ويرفع يديه وهم يرفعون أيديهم معه ويدعون هذا لا أصل له وليس من الشرع. وهكذا رفع الصوت بالدعاء جماعيا صوت واحد كل هذا لا أصل له، لا في المسجد ولا في غير المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا.